مرحبا. طقس شتوي متقلب وبارد عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة منخفضة، رطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 18 درجة. اليوم طقسنا غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة وتكون جليد على المرتفعات خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 358 مليمتر، أما سنة 2015 فكان 225 مليمتر والمعدل العام 345 مليمتر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12 درجة على المرتفعات 5، بالبقاع درجتين تحت الصفر وبالأرز 4 درجات تحت الصفر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 14 درجة، زغرين 11، باب التبانة 15، 2 بعيون أرغش، ساحل علمة 15، بعبدة 16، ومشغرة 10 درجات. رطوبة بتتراوح بين 50 و90%، حرارة سطح المي 18 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 12 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الخميس بتتراوح بين 12 و16 درجة، الجمعة بين 12 و17 درجة، ونهار السبت بين 11 و16 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع أبو ظبي و24 درجة، عمان 13، القاهرة 19، الجزائر 15، روما 10، برلين درجة تحت الصفر، ولندن 4 درجات. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا جوية.